المؤسسة العسكرية. من وقت ما استلمت حضرتك كلفت لحد غاية الآن ولا بعدين أكيد ما قصرت بشيء، وكنت داعم الأساسي لهالمؤسسة. ما في مرة طلبنا منك أي شغلة إلا وعملتها لتخلي هالمؤسسة صامدة ومكفية تقوم بمهمتها المقدسة. باسمي واسم كل فرد كل عنصر كل ضابط بالمؤسسة العسكرية بشكرك على محبتك وعلى دعمك وعلى ثقتك، وكمان مرة برحب فيك وبقول لك أهلا وسهلا فيك بمؤسسة الشرف والتضحية والوفاء. صباح الخير، وإن شاء الله كل عيد وأنتم بخير. وأنا حتماً ثقتي بهالمؤسسة ثقة كثير كبيرة، ثقة بالقائد جيش، وبثقة بكل الأركان والضباط والجنود لهالمؤسسة. العماد قائد الجيش، أيها الضباط، للسنة الثانية على التوالي يغيب الاحتفال التقليدي في الأول من آب، ويفتقد الملعب الأخضر في ثكنة شكري غانم في الفيضية رئيس البلاد محاطاً بأركان الدولة، وهو يسلم السيوف للضباط المتخرجين الذين تصدح أصواتهم وهم يقسمون يمين الذود عن الوطن. إن هذا الشغول الرئاسي لا ينغص وحده فرحة هذه المناسبة الوطنية، بل كذلك الظروف الأمنية التي يعيشها لبنان من جنوبه إلى بقاعه، وصولاً بالأمس إلى الضاحية الجنوبية للعاصمة، وذلك نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على سيادة لبنان وسلامة أراضيه، فضلاً عن الضائقة الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها اللبنانيون عموماً والعسكريون خصوصاً، وتضاف إلى كل ذلك تطورات إقليمية مقلقة تنذر بارتفاع منسوب الخطر واتساعه من منطقة إلى أخرى. إلا أنه رغم كل ذلك أردت أن أكون معكم اليوم، ليس لأهنئكم بالعيد وأحيي تضحياتكم وبسالتكم فحسب، بل لكي أؤكد لكم ومن خلالكم لجميع اللبنانيين أن الرهان عليكم ضباطاً ورتباء وأفراداً يبقى الضمان الأكيد لوحدة الوطن أرضاً وشعباً ومؤسسات، ما يجعل الالتفاف حول مؤسستكم واجباً وطنياً جامعاً تسقط أمامه كل الرهانات والمصالح، سياسية كانت أم شخصية، لأن الشهادات التي قدمتموها على مذبح الوطن لم تكن يوماً إلا في سبيل رفعته وسيادته وسلامته. العماد قائد الجيش، أيها الضباط، إذا كانت مساهمتكم في النهوض بلبنان من جديد كبيرة وأساسية، إلا أنها تحتاج إلى مواكبة مباشرة وفاعلة من المؤسسات الدستورية. من هنا أجدد التأكيد اليوم بالذات على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، داعياً السادة النواب إلى تحمل مسؤولياتهم وتجاوز التباينات في مواقفهم والتشاور فيما بينهم من خلال حوار صادق وصريح ومتكافئ، يؤدي حتماً إلى اختيار من يرونه مناسباً لقيادة مسيرة إعادة الحياة إلى الوطن. فالرئيس، رئيس الجمهورية، هو رمز وحدته والساهر على احترام دستور وطننا لبنان والمحافظة على استقلاله. صحيح أن الحكومة التي أرأسها عملت ولا تزال تعمل استناداً إلى الصلاحيات التي منحها إياها الدستور لإيجاد حلول آنية للمشاكل المطروحة بالتعاون مع مجلس النواب رئيساً وأعضاء، إلا أن الحاجة ملحة إلى إصلاحات جذرية وإلى حلول مستدامة لا يمكن أن تتوافر إلا مع رئيس للدولة يسهر على حماية النظام الذي ارتضاه اللبنانيون والقائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، والمرتكز إلى الثوابت حددتها وثيقة الوفاق الوطني اللبناني التي أقرت في اتفاق الطائف. العماد قائد الجيش، أيها الضباط، في الوقت الذي نلتقي فيه اليوم لا يزال أهلنا في الجنوب والبقاع وبالأمس
في الضاحية الجنوبية لبيروت يواجهون اعتداءات إسرائيلية أوقعت مئات الشهداء والجرحى ومواطنين مدنيين وعسكريين ومقاومين، وهجرت عائلات، خسرت منازلها وأحرقت ممتلكاتها، ولا شيء يدل على أن الغطرسة الإسرائيلية ستقف عند هذا الحد. إننا في مواجهة التصعيد الإسرائيلي ممنهج والخطير، والذي شهدنا فصولاً دامية منه خلال الساعات القليلة الماضية، لا يسعنا سوى التأكيد على حقنا في الدفاع عن أرضنا وسيادتنا وكرامتنا بكل الوسائل المتاحة، ولا نتردد في هذا الخيار مهما غلت التضحية، علماً أننا أبلغنا الدول الشقيقة والصديقة أننا دعاة سلام ولسنا دعاة حرب. نحن مع سلام مستدام واستقرار مستدام يتم باسترجاع الأجزاء المحتلة من جنوبنا الغالي، والتزام العدو الإسرائيلي تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 بكل بنوده. ولن تنفع كل الاعتداءات الإسرائيلية عن ثنينا عن ذلك. لقد رحبنا ولا نزال نرحب بأي مبادرة تحقق ما نريده من استعادة لما تبقى من أرضنا المحتلة وتعزيز انتشار الجيش عليها بالتعاون مع القوات الدولية لمنع أي انتهاك لحدودنا المعترف بها دوليا، كي ينعم أهلنا في الجنوب بالاستقرار والأمان، لا سيما وأنهم قدموا التضحيات من أجل تحرير الأرض. كذلك فإن استثمار ثرواتنا في مياهنا حق لا جدل فيه ولا مساومة عليه. عماد قائد الجيش، أيها الضباط، عيد الجيش، عيد الجيش ليس عيدكم وحدكم، بل هو عيد جميع اللبنانيين الذين يرون فيكم الأمل والمرتجى. استمروا في تحمل الصعاب على تنوعها، والتزموا بالقوانين، وتجاوزوا كل ما يسيء إليكم، وضعوا نصب أعينكم شعاركم المثلث شرف تضحية وفاء، وجسدوه بالفعل لا بالقول فقط. والسلطة السياسية ملتزمة تأمين حقوقكم كاملة لتطمئنوا مع عائلاتكم إلى حاضركم ومستقبلكم. في هذه المناسبة فإنني أحيي العماد قائد الجيش العماد جوزيف عون ورعايته الأبوية لشؤون المؤسسة العسكرية ومطالبها واندفاعه في حمايتها والذود عن كرامة عسكرية. عش الجيش، عاش لبنان.